السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي. الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله مهم جدا لكل اللي عايزة تخلي الفراخ بتاعتها وشها أحمر وتربوشها أحمر ببلاش، من غير ما نشتري أدوية ولا علاجات ولا أي حاجة، حاجة بسيطة جدا جدا. كمان الفيديو بتاع النهاردة لكل اللي خايفة على الطيور بتاعتها من الأمراض البكتيرية، من المشاكل، من سوء الهضم، من حاجات كتيرة قوي قوي هنقدر نعملها بحاجة بسيطة جدا 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 موجودة في المطبخ بتاعنا بمنتهى البساطة، بس لازم نشتغل عليها بشكل منتظم وشكل دوري. كمان الحاجة اللي هنعملها النهاردة هتمنع الموت المفاجئ، هتمنع مشاكل كتيرة قوي قوي ممكن تحصل للفراخ بتاعتك. اوعي تغفلي عنها ولا تنسيها ولا تنسي ان انت تعمليها للفراخ. طبعا اللي بيشوفنا لأول مرة، الفراخ اللي قدامكم دي جميزة عمر 55 يوم، 54 يوم، عمر 54 يوم، يعني لسه ما كملوش الشهرين. طبعا الفراخ دي جميزة بلدي بياض، انا مربياهم من عمر يوم، ما فيش اي تحصينات خالص يا جماعة، ما اديتش اي تحصينات خالص. العدد زي ما انتم شايفين كده حوالي 20 او 30، مش فاكرة لان انا جبتهم ونسيت خالص انا كنت جايبهم كانوا كام، وما بحبش اعدهم، بس يعني الحمد لله طلع فيهم يجي حوالي 9 ديوك ما شاء الله. فالديوك دي ان شاء الله باذن الله المره الجايه هاخدهم اعزلهم وهسمنهم لوحدهم عشان تشوفوا تسمين الديوك لوحدها يبقى عامل ازاي. هجمع كل الديوك اللي عندي، انا كل ما اجيب تربيه يطلع يعني مثلا بتاع 10 منهم ديوك. الديك اللي عوج رقبته ده هو خلقته كده، مش عنده مرض ولا حاجه الحمد لله. تعرفي عنده مرض ولا دي طبيعته لما تلاقيه بياكل ويشرب ويضرب وينضرب، انما العيان بياخد على جنب، بيركن على جنب دايما دايما. الطيور كلها اول ما يبقى فيهم مشكلة بيزعلوا ويركنوا على جنب، تلاقي الطائر كاشش وراكن على جنب يعرف ان هو عنده مشكلة، انما قاعد بيضرب وبينضرب بياكل وبيشرب عادي، لا ان شاء الله ما فيش فيه اي مشكلة. الطيور حساسة جدا، اي ما تحس فيها اي مشكلة حتى لو هي عندها برضو اللي اقولك على اعراض انت يعني هتستغني عنها بالحاجة اللي هنعملها النهاردة، انه الطائر تبص تلاقيه كاشش وخاسس وبياكل وبيشرب عادي، بس متحس ان هو كده متكتف زي ما يكون مش حركته، مش في نشاطه، مش في حيويته. كل ده حله بحاجة بسيطة هنعملها النهاردة للفراخ بتاعتنا. طبعا الفراخ دي زي ما قلت لكم كده لسه ما كملتش شهرين ما شاء الله، والله ما كلوا علف غير حوالي 20 يوم. الاول كلوا علف صافي حوالي اسبوعين 15 يوم، بدأت بعد كده ان انا احط لهم على العلف دي شيشة لحد لما كملوا شهر. اول ما كملوا شهر بدأت احط ردة، استغربت قوي منهم، لقيتهم عازلين العلف واكلين الدشيشة واكلين الردة وعازلين لي العلف. ولو عندك عيش ناشف بتقدري تدشيه ممتاز جدا. انا العيش ما بعرفش ادشه، بعمل فيه ايه بقى؟ بجيب العيش واحطه في التلاجة لتاني يوم، امسكه وافركه بايديا يبقى زي الرز كده واقدمه ليهم. طبعا كل ما بيكبروا بتكبري حجم العيش معاكي. في التسمين العيش رهيب جدا، بس في نقطة مهمة عشان حبايب اللي بيسمعوني اول مرة وسمعوش الفيديوهات اللي فاتت كلها، العيش ما نكترش منه الفراخ اللي بتبيض. لو عندك كمية عيش وفيرة وكتير ويعني محتاجة تربي بيه هيوفر معاكي لما تأكلين الفراخ اللي بتبيض، يبقى لازم قد كل كيلو عيش تحطي قصاده كيلو ردة او كيلو قمح. علشان ايه؟ علشان العيش بيسمن، هيخلي الفراخ تسدد مش هتبيض مع الوقت. لكن انت لو حطيتي ليهم قصاده ردة، فالردة بتخلي بتسيح الدهون وبتحولها اللحمة، فهنشيل هنبقى كده مسحنا اثر العيش اما برده او بايه. وطبعا القمح كلنا عارفين القمح الناشف ده بينشف الطيور تنشيفه مش عايزه اقولك، يعني عايزه تنشفي طيور حطي لهم قمح. طب في ناس بتسمن بالقمح ده، بيسمنوا بالقمح لما بيغلوه ويسووه بيبقى مستوي خالص، يبقى زي البليله كده مستوي. هنا عادي ممكن يبقى تغذيه وما بينشفش، لكن القمح الناشف بينشف، دي قاعدة كده خديها معاكي. والردة بتحول كل دهن في جسم الطائر للحم، فانت لو اكلتيها للفراخ اللي بتبيض مش هتلاقي معاها دهون كتير.
الا اذا كانت نوعيتها اصلا تسمين، الفراخ اللي نوعيتها تسمين ما بيأثرش فيها حاجه، برضو بتسدد يعني في كل الاحوال هتسدد. لكن انا بتكلم عن الفراخ البلدي اللي هي مخصصه للبيض. برضو ناس كتيره تسأل تقول لي احسن نوع فراخ بياض، احسن نوع فراخ بياض هي النوع اللي قدامك ده، الجميزه البلدي البياض. ليه؟ عشان الجميزه البلدي البياض بتبيض عمر 4 شهور، ما بتطولش، وممكن ساعات بتبيض على 3 شهور ونص كمان بفضل الله. البيضه بتاعتها حجمها كبير، الفراخ نفسها مناعتها حلوه عاليه، لو جالها اي مرض وعالجتيها بتستجيب معاكي، فيها مميزات عاليه جدا. طب انا ما عنديش بقى جميزه بلدي بياض، وانتوا هتقعدوا تحنسونا بقى وتقولوا لنا الجميزه البياض واحنا مش عارفين نشتريها؟ لا يا باشا، عندك في اكتر من بديل. عندك الفيومي الحر، الفيومي الفراخ الفيومي الحر ممتازه، الفيومي الحر اللي هي ما مش متخلطه باي حاجه تانية، وعندك البلدي الحر اللي مش متخلط باي حاجه تانية، وعندك البلدي الهجين او البلدي المشعر اللي هو متخلط بساسه خفيف، ده برضو جميل جدا في البيض. بس عيبهم الوحيد انه بيتاخروا، يعني بيقعد لحد 6 و7 شهور على بال ما تبشر بالبيض. بس برضو بيضتها حلوه وبيضتها كبيره وكل حاجه زي الايه، ومناعتهم كويسه زي الجميز. يبقى كده الجميزه بتتميز عليهم بحاجتين، ان البيضه بتاعتها كبيره شويه، انه بتبيض بسرعه، لكن في المناعه هما زي بعض. برضو البلدي حلوه بيتحمل وكويس ومناعته حلوه. الجميزه كده متميزه في حته بتاعت انها بتبيض بدري. ماشي، ان شاء الله اتمنى الفراخ دي تبيض بدري بقى اللي احنا بنعمله معاها ده كله، وتبشر معانا. هم لسه كده ما كملوش شهرين، وهم يعني ان شاء الله فاضل لهم شهرين، وربنا يتعامنا فيهم ويبارك فيهم ويعيشوا ويبيضوا. لان الفراخ اللي عندي خلاص ما يعني كبروا برضو، وعددهم قليل خالص، فانا عشان كده جايبه الفراخ دي. واحسن حاجه ان انت كل سنه تجيبي طرد فراخ جديد تربيه، عشان يبقى عندك دايما انتاج بيض متواصل. طيب انت عماله تتكلمي كتير وما قلتيش لنا على موضوع العرف، احنا عايزين العرف يبقى احمر، وعايزين الفراخ ما تموتش مننا فجأة، وعايزين الفراخ ما يجيش لها سموم، وعايزين حاجة كويسة كمضاد سموم ببلاش، هو الخل. هنحط معلقة من الخل على لتر مية كل 3 ايام او كل يومين، لازم. اوعي تنسيها، اوعي تهمليها، اوعي تفكري انها ملهاش لازمة ولا تستهتري فيها. معلقة الخل دي هي اللي هتحافظك على صحة فراخك وعلى لمعان ريشهم وعلى احمرار العرفة، تلاقي العرف احمر. كل ما تحسي ان العرف بتاعهم بدأ يبهت كده، تفتكري على طول انك تحطي خل، او تحطي كمان فلاجيل، علشان بتبقى في عندهم مشاكل في معدتهم، معناها ان معدتهم بايظة وان الامعاء بتاعتهم بايظة لما بيكون في مشكلة في العرف. علشان يبقى العرف احمر على طول، لازم نلتزم بمعلقة خل كل يومين، معلقة على لتر مية، معلقة خل، معلقة أكلة كبيرة كده على لتر مية. وبرده لازم قرص فلاجيل كل يومين ثلاثة كده، قرص فلاجيل بشري بنجيبه اللي هو 500 ده، وتطحنيه كويس أو تنعميه وتحطيه على 4 لتر مية أو 3، وتدوبيه وتسقيليهم على عطش. الحاجتين دول هيخلوا الفراخ بتاعتك ال ما فيش عندها سموم، ما فيش موت مفاجئ، العرف بتاعها احمر جميل بيلمع، الريش بيلمع، ما فيش عندها فطريات وطفيليات، لان الطفيليات كتيرة قوي هي بتسبب المشاكل دي. كمان الخل يعتبر مضاد سموم قوي جدا، لانه بينظف الكلية من اي مشاكل فيها، من اي سموم في العلف. طبعا الفراخ ما بياكلوش علف الحمد لله، باكلهم بقى خضار واي حاجة موجودة قدامك. كل اكل البيت من عمر شهر تقدري تحطيه عادي، بس زي ما انت شايفه كده ناشف. انا ممكن بقى ابشره وبرده انشفه من الميه، ما احطوش بميته، لان الميه مع الاكل للفراخ بتعمل لهم مشاكل كتيره جدا، بتعمل انتفاخات وبتعمل مشاكل يعني احنا في غنى عنها. الفراخ بتاعتك تقدري طول النهار تاكليها بقى باي اكل بيتي، خضره تشتري من السوق، الحاجات اللي هي الشروات ديت ببلاش، الحاجات اللي البياعين بيبقوا قاعدين مش عايزين، يعني مش لاقين حد ياخدها منهم اصلا، بتبقى بيرموها، ممكن تاخديها منهم من غير فلوس خالص. مثلا ورق الارنبيط، ورق الكرنب، ورق البنجر، كل الحاجات دي جميله جدا جدا. واحنا دلوقتي ما شاء الله خير ربنا كتير في الاسواق، ما تقعديش تستني تحطي ايدك على خدك وتستني تاكلي الفراخ العلف وتاكلي الفراخ الحاجات اللي بفلوس. الخلطه اللي انا باكلها لهم ديت، دي خلطه التسمين اللي انا مربياهم عليها،
خلطة الرز والدشيشة، اللي ما يعرفهاش يكتب لي في التعليقات وانا اكتب لك الرابط طريقتها بالظبط. ديت انا ربيتهم عليها من عمر 15 يوم، بدأت ان انا احطها لهم وكانوا بياكلوا معلف، وبدأت ان انا احط على العلف اضافات زي ما قلت لكم في اول الفيديو عشان ما عيدش الكلام تاني. حبة حبة هم كلوا العلف ومسكوا فيها هي ديت، وفي الخلطة التانية اللي هي ردة وتشيشة وطبعا عيش. لكن لما يبيضوا همنع عنهم كل الكلام ده، فعشان كده دلوقتي انا بحاول اقلل من ده واعوضه بخضار، بس لسه بدري برضو يعني، هما لسه في عمر شهرين. في الشهر الثالث كده هنبدأ مع بعض بقى ايه نظبط الدنيا، علشان هنبدأ على الشهر الرابع نمنع الكلام ده كله ونحط لهم بقى علف ايه بياض، ونظبط اكلهم كمان ونعمل وصفات تكون اقوى، علشان ان شاء الله العنقود البيض يكون متكون ومظبوط، والفرخه بتاعتك لا تعيا ولا تمرض ولا يجيلها مشاكل، وتبقى ماشيه معاك ان شاء الله كويسه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما اكونش اتكلمت كتير. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسوا اللايك.